يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اختبار من الله. ليبلونكم يعني ليختبرنكم، ليختبرنكم الله بشيء من الصيد. الصيد هيبقى سهل جدا وأنتم في حال الإحرام، يبقى فيه ربنا عز وجل ابتلى بعض المؤمنين بأنه جعل الصيد سهل في حال الإحرام. طبعا وانت محرم ممنوع الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فممنوع تصطاد وأنت محرم، بس ربنا عز وجل ابتلاهم بأن جعل الصيد سهل جدا. لدرجة ان هم كانوا ممكن يصطادوا بايديهم. تناله ايديكم ورماحكم، بالرمح تصطاد، بالايد تصطاد، شيء سهل ومنتشر. لما نزلت طيب ليه ربنا عز وجل يبتليهم بهذا البلاء؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ساعات تبقى انت مدير شؤون ماليه وفي ايدك الماليات، والموضوع سهل جدا 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 اللي انت تزور وتغش وتضيف لمرتباتك ارقام خياليه. ربنا حطك في الموقع ده ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. مين اللي يخاف ربنا وهو غائب عن الناس؟ مش شايف الناس، ما حدش هيعاتبه ولا يلوم ولا يحبسه. في ناس يا اخوانا عندهم صمود امام المنكرات والمعاصي بس عشان رؤية الناس، لكن لو تأكد تماما ان الابواب موصدة وانه لا احد يطلع عليه من البشر لا وقع في المعصية. خلينا صرحاء، فما تأمنش على نفسك. ساعات بتبقى متمكن ان انت تظلم واحد في ايديك في جرة قلم، تظلم بني آدم وممكن تظلمه ما دمت متأكد ان مش هيصيبك ضرر. ما خفتش من ربنا، ده ربنا جعلك في هذا الموقع ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقيس على ذلك كل واحد عنده أمر من الأمور اللي تيسرت فيها المعصية، ولازم كان ساعتها يفتكر إن ربنا عز وجل بيختبره عشان يعرف مين اللي بيخاف ربنا عز وجل ومين اللي ما بيخافش ربنا. فلما ربنا ابتلاهم بسهولة الصيد ده عشان يختبر إيمانهم. فأنت لما تلاقي الأمر الحرام سهل ميسور فاعرف إن ده اختبار من الله عز وجل. في ناس ممكن تاكل الحرام بالملايين سهل ميسور، لكن هو يقول لك لا أنا أتقي الله عز وجل. يعني أنا كنت مقدم على الشقة بتاعت السكان دي، فقال لي اتصل بيا الراجل قال لي أنا عايز أقابلك عشان شوية بيانات. قلت له ماشي. فأنا كنت مقدم على عنوان والدتي، فالراجل جالي وتقابلنا، جبت له عصير، قعدنا عند بتاع العصير، قال لي طب قول البيانات وبتاع. هو طبعا المفروض يجي لي البيت، لكن هو شكله يعني مقصر في أداء عمله، ف
فقال لي قول لي انت البيانات يعني. قلت له لا خلي بالك دي انا هقول لك الصدق. طبعا انا ممكن بعد يعني بعد مجرد الاجراء الروتيني ده استلم الشقه خلاص. فقلت له لا انا دي شقه والدتي وانا عندي شقه شرك، مش شقتي خالصه لكن شرك، ومش شغال بس في الحكومه، انا شغال شغلانه تانيه بعد الظهر. قال لي كل الامور دي مش في صالحك. قلت له مش مشكله، انا اهم حاجه عندي اللي انا ما اخدش حق غيري. انا قدمت لقيت ان النظام ده يستوفي او يعني الشروط دي تنطبق عليا كنت هاخد الشقه، لان انا ما عنديش شقه من الحكومه. انما انا عندي شقه ولكن مش خالصه ليا مش بتاعتي. فقال لي لا، راح كاتب هو كل البيانات عكس اللي انا قلتها له، يعني كنوع من المجامله علشان ايه تدي له اي حاجه. طبعا هو كده لا يؤدي امانات الامانه، هو كده خائن غشاش. قال لي بس لما حد يتصل بيك اوعى تقول له اللي احنا ايه كتبنا كلام غير مطابق للواقع. قلت له ما وعدكش. قال لي لا بقى ده انت كده هتضرني. راح مطلع الورق ومغير تاني البيانات وقايلها زي ما انا بلغتها له بالظبط. وكان مستغرب جدا، يعني كان مستغرب ان الناس معظم الناس بتخبئ البيانات الحقيقيه من اجل ايه الحصول على الشقه. طبعا انا كنت كل تفكيري انا فرحتي بالشقه، استفدت انا بالشقه، وفي انسان ممكن يكون ظروفه اشد هو يحتاج الى الشقه اكثر مني واحق بها مني، ودي منحه من الدوله لناس معينين. لو انا خدت دوره او حقه ايه اللي هيحصل؟ هيختص مني يوم القيامه. استمتعت انا بالشقه يعني 20 30 50 سنه ثم فوجئت بمظالم باهظه لا اتحملها يوم القيامه. ليعلم الله من يخافه بالغيب. انت اتحطيت في الموضع ده علشان كثير منا بيتحط في مواقف مثل هذه علشان ربنا عز وجل يختبر من يخافه بالغيب. طبعا في عرف الناس يقول لك انت ايه اللي انت عملته ده؟ انت ضيعت الشقه من بين ايديك، لكن انت التزمت بالضوابط الشرعيه اللي ربنا امرك بها. الصدق يا اخوان الف ب اسلام، الصدق. وما تساعدش واحد عايز رشوه ياخد رشوه، لان كده انت اعنته على الرشوه بتمرير بيانات كاذبه. حتى لو هتاخد فندق مش شقه، كل الامور دي لا قيمه لها اذا قسطها بميزان الاخره. واخدين بالكم؟ فمحدش ياخد حق غيره، ومش شطاره. ده ربنا عز وجل جعلك في هذا الموقع يختبرك. دائما تذكر موضع الاختبار، الاختبار، الاختبار. انت مختبر، انت في هذه الدنيا مبتلى. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. بعد ما عرف التحريم واصر على تجاوز ما حده الله بارتكابه لهذا الحرام، وهو قتل الصيد او الاصطياد في حال الاحرام، فله عذاب اليم. تستهونش بامر ربنا. شوف ده محرم وبيحج ومسلم بس ارتكب مخالفه اصطاد وهو محرم، فربنا قال ايه؟ فله عذاب اليم. المعصيه ليست هينه يا اخوانا، الانسان ما يستهين بالمعصيه. ربنا بيقول على المحرم الحاج المسلم الذي تعمد ان يعصي الله، قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. فالانسان ما يستهينش باي معصيه مهما كانت. ليه؟ لان فيها تجرؤ على
محارم الله عز وجل. ما دام ربنا نهى، الله عز وجل نهى، يبقى سمعنا وأطعنا.